أجواء مميزة يصنعها هذا الرجل بأحد مكاتب الاقتراع في منطقة المقسم جنوب ولاية المسيلة، من خلال تقديمه لوجبة الكسكسي التقليدية للناخبين كعادته في كل موعد انتخابي. نتلاقوا في الخمس سنين نهار، واحد كيجيك بعد خمس سنين نهار لازمك تضيفه. احنا لازم الضيافة هذه ماذا بينا تعود في جميع المراكز على مستوى الجزائر، والكرم هذا في ولاد نايل، في ولاد نايل وجنوب الصحراء كامل، جنوب الصحراء كل معدودين بالكرم هذا. دائما وكل عادة الشيخ النذير يتكرم على المواطنين وعلى المؤطرين بالوجبة الطعام هذه، وهذه حاجة مألوفة عند السي النذير ربي يحفظه، إن شاء الله نشوفها تتكرر في المراكز كلها. عادة دأب عليها النذير بن ناصر في كل مرة ترسخ كرم وجود أبناء المنطقة، ليكون الموعد الانتخابي فرصة لتكريس قيم اللمة والتضامن بين أفراد الوطن الواحد. إن شاء الله ما تنتقطعش حتى ونموت، نخليها لذراري ذرع لذر، كي يجيك في كل انتخابات لازم يديروا الطعام واللحم ويديروا الأتاي ويديروا القهوة. هذه المظاهر الجود والكرم اللي تميز بها سكان بلدية تامسة دائما في المناسبات الوطنية إلا تكون حاضرة وترسخ العادات تاع المنطقة هذه تاع سكان بلدية تامسة من منطقة المقسم، تدل دلالات على أننا مع العرس الوطني مع الانتخابات الوطنية الرئاسية. تقليد اعتاد عليه سكان المنطقة يحمل أبعادا عميقة، إذ يعكس روح التضامن والتعاون بين الجزائريين بتشاركهم لقمة العيش وتلبية نداء الوطن كلما احتاج لأبنائه.